احبائي صباحكم صباح النور عليكم بونجور أه, أه, توحشتكم برشا أه, برشا بالتونسي أمل كلتم وكل أهلي في تونس وتوحشتكم مرة بالسعودي وتحياتي لكل أهلي كذلك بالسعودية وكل الناس اللي تسمعني في كل الدول العربية من دون استثناء هذا المحتوى مخصص للإجابة على أسئلتكم أكيد مش رح أقدر أجاوب الكل ولكن نوعدكم أنني راح نعمل هذا المحتوى مرة كل أسبوع بمعنى مرة كل أسبوع راح نجمع مجموعة كبيرة من الأسئلة ونجاوب عليها. أه سأجيب على الأسئلة الموجودة على آخر فيديو اللي هو الفيديو اللي حطيته أمس وبعد ذلك راح نمرق لفيديوهات أخرى اوكي أه أول شخص أول شخص عندي هنا هو سارة سارة أه ساره, سارة حياتي ليكي اليانغ لا يعاني من الرفض الرفض مشكله عند اليين فقط اوكي اذا كنتي مختلطه عليك الامور ممكن يعني اذا كنتي مختلطه عليك الامور في مخص الطاقات في حالتك يعني في علاقتك فلا يمكنني ان اجيبك اجابه واضحه لازم تتاكدي اوكي تتاكدي من ماذا تتاكدي من 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 افعاله معك يعني اذا كان الشخص هذا لا يقول لك بصراحه بانه يحبك فلازم تتاكدي من افعاله معك انه يحبك واذا ما في عوائق بيناتكم فمن المفروض الرجل الذي الرجل اليانغ خاصه الرجل الذي الذي يحب يعني في الغالب لا يترك حبيبته يعني سيرغب ان يكون ان تكون شريكته بالحياه واما لاولاده مثل ما قلت الان خاصه اليانغ الرجل اليانغ واضح جدا في مشاريعه وافكاره مادي جدا يحب يحقق احلامه على ارض الواقع ولا ينكر ولا يؤجل ولا يهرب اوكي أم يمينه يمينة طبعا أنا كتبت الإجابات لكني لا أذكر الأسئلة بالضبط لأني جاوبت البارح على هذه الأسئلة سؤالك حول طاقات الظلام يمينة وكيف نتخلص منها راح يجيك فيديو مطول فيديو من 15 أو عشرين دقيقة حول حول ماهيه طاقات الظلام وكيفيه التخلص منها يعني لا تقلقي آه، الآن تحياتي لك يا مينا توم آه، مارك يعني واحدة راسلتني بهذا الاسم تحياتي لك كذلك آه، نعم يعني آه، لا ترسلي له حاولي أنك أنت آه، أن تكوني في طاقة جيدة إيجابية آه، بسعادة داخلية توصلي له هذه الطاقة م? حتى تساعديه لكن ما ترسليلوش ما تكتبيلوش وما ت... وما ليش نحب نخبرك انه الوعي مختلف من فرد لاخر اوكي وريتم العمل وتيره العمل كذلك تختلف عند التوائم يعني تختلف من شخص لاخر ريتم العمل على النفس وعلى الجسد وعلى كل شيء يعني على جميع المستويات تتحدث فممكن هذا الشخص انه يكون يعني بطيء او سلبي نوعا ما لانه واقع تحت تاثيرات سلبيه او طاقات يعني مظلمة يعني دي تياس إلى آخره، فانتي في الحقيقة ما في يدك شي تعمليه ولا شي إلا أنك ماذا إلا أنك تشتغلي وتهتمي بنفسك وتحبيها ولما توصلي أنك تكتشفي نفسك وتحبيها راح تعطي إشارة جيدة لتوأمك أو للشخص الآخر. واذا ما شفتيش اي نتائج تقدم او تحسن معه فاذا آه يعني غادري العلاقه بكل بساطه لاني انا انا لا احب ان يبقى ان يرهن الانسان او ان ترهن المراه او الرجل مصيره بشخص اخر سلبي او بشخص اخر لا يتحرك اوكي آه عندي آه شخص هي سيدة اسمها سوا سوا أعتقد وهنا عندي كذلك سيدة أحب أن نشير لها قبل ما ننساها عندي سيدة تدعى I Think Wed Candy Wed Candy البارح قريت تعليقك و... ولم أستطع الإجابة عنه لأني رح أحضر لك فيديوهات خصيصاً لكنا يعني النساء الليين اللي عندهم علاقات مع رجال يانغ في علاقة توأم شعلة فأنتي كل ما عليك أن تفعلي هو أنك ترجع للتعليق اللي كتبتيه لي البارح وتخلي لي الأسئلة كل الأسئلة اللي شغلاتك سواء أنت أو زميلاتك يعني اللي اللي جاوبوك على تعليقك من فضلي كنا اكتبنا كل الأسئلة بالترتيب جو واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة وانا راح اعمل لكم فيديو على كل سؤال حقيقة انا مقصرة في هذه العلاقة يعني ممكن انا اتحدث بصورة عامة عن علاقة توم في حديثي ولكن فعلا هناك الكثير من النسائيين اللي داخلين مع علاقات في رجال يانغ اقوياء من قوسين في الغالب هذا الرجال بردين ومتجاهلين ويوجدوا صعوبة في التعامل معهم فاكتبوا لي اسئلتكم وانا نوعدكم انني رح كل مرة نعمل فيديو للمطاردات رح نعمل فيديو للمطاردين الرجال اوكي طيب نرجع لسوا سوا سوا المرأة اليين مثل ما تعرفي تنقسم الى قسمين واحدة ضعيفة متعددة العلاقات اوكي سلعة جنسية للرجال وهذه هذا المرأة فرص انها تقع في علاقة روحية فرص ضعيفة جدا لماذا لانها واحدة مادية لا تهتم بالعلاقات الثابتة أو العلاقات العاطفية لا ترى أبعد من الجسم والمال. أما الثانية المرأة الثانية لين فهي امرأة قوية. يعني في الغالب هي متسلطة. يعني كونترولوز. تحب لا بيرفكسيون، تحب كل شيء يكون تمام، تحب قوية في أفكارها، في علمها، في عملها، في علاقتها بأسرتها إلى آخره. والمتسلط، المتسلط مثل ما تعرفي يحب الكمال لا بيرفكسيون فهي راح تنجذب يعني رغما عنها للرجل اليانغ القوي المضاد لها الشمسي الواضح العملي الواقعي ولكنه كذلك بارد بين قوسين لا يعبر عن مشاعره لانه في الغالب الطاقات اليانغ في هذه العلاقه تكون يا اما علاقه يا اما سوري آه ناريه طاقات ناريه يا اما طاقات ترابيه فأنت تنتمين لهذه الفئة أنت تنتمين لفئة المرأة المتسلطة القوية أك... يا أوكي وهذا النمط الطاقي ها أه؟ يعني أكبر عائق عندك هنا هو التسلط الكنترول اللي تمارسيه على الناس طيب في حالتك أنت يا سوا سوا هو العمل أكبر عائق عندك هو العمل هو رئيسك في العمل وهذا يعني انه لن تسنح له الفرصه ابدا انه يعبر عن ما يشعر به تجاهك لماذا لان كتاب عليه مهنيا انت داخله في غاشية عنده فمن من سبع المستحيلات انه يقول لك انه يحبك او انه يشعر بشيء تجاهك اوكي هذه واحدة كذلك هذا يمثل خطر عليه يعني خطر كبير عليه واليانغ رجل اليانغ عمله هو كل حياته يعني الرجل اليانغ تقدروا تقولوا انه عمله يمثل ثمانين بالمئة من حياته اوكي مش ثمانين احيانا حتى خمسة وتسعين بالمئة يعني يروح للدار يرقد فقط ينام طيب الحل ما هو الحل انت انت في الحقيقة عقدت الامور انت هربتي يعني مشيتي فيعني في انك قطعت التواصل الطاقي بينكما فسيكون صعب عليه وهو المادي لوحده بطاقته لوحدها سيكون صعب عليه أنه يصل إلى حدسه با ليدي الفكرة هذه اللي عملتها أنك بعدتي الحل المادي الحل المادي اللي نعطيه لك أنا هو أنك أنت تغيري مكان عملك حتى تتمكنوا من ماذا من التواصل لأنه أنت لما تروحي لمكان عمل آخر هو سيستطيع التواصل معك لانه خلاص هنا الخطر يكون زال على مهنته او على وظيفته اوكي واذا حبيتي هذا, هذا طبعا اذا حبيتي اذا حبيتي تكملي يعني في هذه العلاقه واذا حبيتي تروحي العكس يعني اذا حبيتي تروحي من هذه العلاقه وهذا قرارك اكيد يعني اذا حبيتي تروحي منها فاطلبي منه السماح بكل بساطه وغادري بسلام يعني دون كارما لك وله يعني الهرب مش مليح الهرب يخلي مشاعر سلبية عند الطرفين الأفضل أنك تقولي له أنا, أنا تعبت أو أنا سأغادر أو أنا كذا إلى آخره وطلبي منه السماح يعني بكل بساطة طيب الثالث الشخص الثالث عندي إسحاق يعني عندي سيدة كتبت لي باسم إسحاق إسحاق جيلاني لا من اجابتي هي لا التفكير والتعلق مش مليح للتشافي لازم تعلي طاقتك وتعيشي حياتك بسلام وسعادة داخلية وتمارسي هواياتك اللي تحبيها هكذا راح تساعديه طاقيا وتبحثي له طاقة ايجابية واذا تحسن حاله تواصلوا ماديا يعني كلميه ويكلمك وخرجي شوفيه ويشوفك الى اخره وتحياتي لك عندي سارة جلاك صار سارة، صار سارة، المرأة امرأة مطاردة متسلطة ورجليين متسلط هذه المعادلة البلاس هي بلاس بلاس سابدي عندي كنترول في ميناء وكنترول ماسكولان يعني يعني علاقة نار يعني فيها كل المشاكل اللي ممكن تتصوريها وال... واكيد الحل الوحيد لهنا انه واحد فيكم واحد فيكم انتم الاثنين يتنازل شويه لي... لي... لماذا لانه لي يعني ليس هناك حل اخر يعني انت انت تقولي له لا ادري شيء وهو يقول ضده لي لانه هذا هو ال... هذا هو الكنترول كنترول هو قوه هو الرغبه في السيطره على كل شيء والرغبه في ان تمشي الامور مثل ما نريد فاذا واحد منكم يا ساره لازم يتنازل شويه اوكي ولما يبدا احد الاطراف يتنازل واحد منكم لما يبدا يتنازل سواء انت او هو راح ينتقل تنتقل العدوى للاخر لاحظوا دائما نقولها لكم لكن انتم تنسوا هذه المعلومات التوائم يتبادلون المخاوف ويتبادلون القدرات هم يكملون بعضهم البعض فاذا واحد منهم عمل شيء جيد سيأخذ الأسوة أو القدوة عليه الآخر فإذا أنت تسامحتي بمجرد ما أنت تسامحي مثلا شوية هو راح يتسامح أكثر بمجرد أنت ما تتنازلي شوية هو راح يتنازل أكثر بمجرد ما تحكي أنت معاه بالقلب هو راح يحكي كذلك بالقلب أوكي فإذا قلت أه تنازلي شوية وراح تنتقل العدوى بيناتكم في صورة في بصورة سريعه وتبداو تلينوا يعني في زوج وتبداو تشيلوا التسلط من 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 حياتكم ورحل التسلط ياتي من العقل ها التسلط مصدره العقل وليس القلب فحاولي قدر المستطاع انك تمشي معه او تعبري او تتصرفي معه بواسطه قلبك شكر القلب مش بذهنك مش براسك اوكي وأنا متأكد أن أموركم راح تمشي نحو الأحسن تحياتي لك آه رام سا وفي شخص كتبت لي برام سا آه رام ممكن اسمه كريم نعم التواصل الروحي لا يتحكم فيه اون كونترول با لي سبيريتويال يا جماعه خاصه في بدايه العلاقه التواصل الروحي لا يتحكم فيه الا المقتدر يعني الشخص المتدرب اللي عامل آه لا أدري عشر سنين وهو في هذا المجال الروحاني وهو يتدرب ويعمل ويت... مديتيشن يعمل يوغا يعمل آه إلى آخره أوكي الين في بداية العلاقة يا رام لا يعرف قدراته الروحية فلا يستعملها رك... ركزوا معي هذا الإجابة تهم الكل سواء آه يين امرأة أو يين رجل الين في بداية العلاقة لا يعرف قدراته الروحية فلا يستعملها هي موجودة لكن ما يعرفهاش لكن لما يتقدم في العلاقة ها ويذيق خاطره هو يذيق خاطره من التواصل العقلي مع المطارد لما يحس أن المطارد مسيطر عليه عقليا يصبح هو يستعمل بوابته الروحية يصبح أولا أول استعمال سيقوم به هكذا عن طريق الصدفة ممكن. عن طريق الصدفة ممكن يحس روحه سعيد فيقول فلان اتصل بي أوبس اي اه. سون اه. يتصل به شريكه يتصل به في نفس الوقت فلين رح يندهش رح يوجد انه عنده قدرات انه قادر يعمل اتصالات روحيه يعني ها دي تليباتي. يعني ممكن تحدث الامر بهذا الشكل اوكي فقلت لما يعرف هو بعدين راح يعرف يعرف انه عنده قدره روحيه فيصبح يستعمل بوابته الروحيه عن قاصد يعني لما روحه تكرهك مؤقتا او تغضب منك راح يقولها راح يقولها هو لنفسه راح يقولها ويبقى يقول لنفسه انا اكرهك انا مش لنفسه هو شريكه يعني في راسه في ذهنه في قلبه في في روحه أنا ما نحبكش أنا نكرهك أنا كذا أنا كذا ويأكد على هذه الجملة وهذه المعلومات فيطلع هال, يطلع المسج لروحه أوكي يعني الجسم الكوزال الجسم السببي وهذا الموجة هذه ها هذا الموجة راح توصل عندك أنت إليك أوكي يعني أنت راح يوصلك هذا القرار أو يوصل القرار الروحي هذا راح يوصلك أنه يكرهك أوكي واحيانا طبعا كي نقول الكره اللي هنا سافيديغ حاله غضب حاله تشنج الى اخره تشنج نفسي تشنج عاطفي مش معناها الكره بالمعنى الحقيقي لو المثال اللي قدمته هنا بمعنى اليوم ما نحبش نسمع بيك ما نحبش نسمع بيك انا اليوم ما نحبش نسمع بيك يعني انا اليوم كرهاتك اوكي طيب قلت أحيانا أحيانا إذا أرادك الين أن تتصل به فمثلا سيضع نفسه في نفس الحالة الحدسية أو نفس الحالة الإيمانية هذه وبالتالي يبعث لك يبعث لك هذا الموجة بمعنى أنه يشتاق لك ويريدك أن تتصلي به رغم أنه ممكن من المفروض هو اللي يعتذر هو اللي يتصل ولكن يقول عنده هذه القدرة أنه يبعث لك موجة من العاطفة فتجعلك تحني أنت تحني بصورة غير منطقية يعني تكوني مثلا مقررة أن لا تكلميه ولكنك بصورة غير منتظرة تحني عليه وتشتاقي له وتتصل به وهذه هي spiritual connection ال pouvoir de الروح على روح أخرى أوكي لماذا قولي لي لماذا فعل ذلك لأنه لا يريد الاعتذار منك مثلا ويريد أن أنك أنت تتصل به مش هو اللي يتصل بك أوكي فإذا في البداية ما يكون واعي وبعدين راح يوعى وراح يستعمل هذه القدرة هذه القدرة سابو مينا تحياتي لك حبيبتي السن اللي كتبتيه لي في التعليق العمر هو سنه معظم توائم الشعلة اوكي فما تخافيش هذاك هو السن الحقيقي لتوائم الله وبالنسبة كذلك عندي واحدة لا اذكر اسمك انا اسفة انا احييك أكسيتي لي قلت لي أنا صغيرة كنت صغيرة بالسن لما عرفته أمي كان عندي خمسة وعشرين عام أو كان عندك أقل وهو كان عنده ثمانية وعشرين عام لحظي أنا دائماً لكم هناك لكل قاعدة استثناء ليس هناك شيء مطلق لا فيغتي أبسولي ما ليس هناك معرفة مطلقة أنا قلت لكم إذا إذا الصغار هذو يعني عندهم أقل من ثلاثين سنة كانوا واعيين روحيا عندهم مسارات روحيه عاليه جدا يعني عندي 33 و22 و11 فاكيد أنه تجربتهم الروحيه راح تكون كفيله انهم انها ممكن تدخلهم في علاقه توأم ان شاء الله اوكي فاكس اون اكسبسيون لكن هذا استثناء وليس عموم يعني حالتك انت استثناء وليس عموم اوكي أه ستار غوز ستار غوز أهلا وغلا بيك ها أليين روحاني جدا غوص بطبيعته القمرية وهو هذه أكبر مشاكله يعني في حياته لا يمكنه الابتعاد طويلا كل ما يسيطر عليها العقل والسلبية والغضب يعزل نفسه ويعزل نفسه يسمي عليك يبتعد ولما يبتعد يخلق الروح حزام طاقي واقي ها أه؟ بروتكشن ومن بعد راح يرجع له سعادته لما يخلق نفسه الحزام الطاقي الواقي لمده يوم او يومين راح ترجع له سعادته سعادته لانه هو سعادته يستمدها من الداخل من عنده ومن روحه مش من الناس مش من الخارج اوكي راح ترجع له سعادته بعد ساعات او ايام ولما ترجع له سعادته تطلع ذبذباته اكيد في الكون ولما تطلع ذبذباته سيعود يتصل بشريكته أو بشريكه وهكذا دواليك <applause> ستنسخ دائرة دائرة مغلقة يدور فيها هو وطاقته وعواطفه فنفس الشيء يحدث لليانغ نفس الشيء اليانغ كذلك أنت مثلا بطبيعتك القما... بطبيعتك الشمسية الواضحة تتصادمي معاه ما تقدريش تفهميه هو يفكر شمال وانت تفكري جنوب بعدين تتخاصم انت وياه وعقلك يبقى يعمل خطط ويطلع وينزل وي... ويحاول ويواجه وي... ويجابه على جميع الأصعدة ويواجه في الكبرياء من جهة ويواجه في الكرامة من جهة ويواجه في الشريك من جهة وفي نهاية المطاف تقولي ممكن تقولي ممكن تقولي معليش ساتصل به تتصلي به تجدي هو في حالة عسل عزل عزل تزيدي تغضبي أكثر منه <applause> ها آه؟ زيدي تنفعلي اكثر عاود دب ذبذباتك تنزل وهكذا دواليك بعد هو يتصل بك ذبذباتك دب ترتفع الى اخره سي <applause> كي حاله اكتمال بين الشمس والقمر بين الين واليانغ تروح وترجع تروح وترجع وكلها بسبب واحد هو ماذا هو السبب الذي اراده لك الكون وهو التشافي اوكي <applause> هي دوائر مغلقه لا تنتهي من العمل على الروح وعلى الطاقة في الحياة بصورة عامة فدوى تحياتي لك فدوى أي علاقة يا فدوى أي علاقة تفرغ تفرغ لك طاقتك وتستنزفها وتخليك تدخلي في حالة سلبية مهما كانت هذه الحالة ومهما كانت دوافع ونواتج هذه الحالة ولو ولو مع أهلك هذا العلاقة أهلك ولو مع أمك أو آه والدك أو إخوتك فاقطعيها اقطعي دابرها من الأصل أه؟ ورح أعمل لكم فيديو عن الأمر كيف تقطعوا العلاقات مع الأهل الكارميين أو الأهل السامين لغلاسون توكسيك فاميليال عندي هنا نور قمر اعتقد نور القمر تحياتي ليكي كل المشاكل يا نور تاتي من ماذا تاتي من الحزن والشجن والسلبيه انت كل ما تحزني راح تحطي سبات تحطي نقطه سلبيه على هالتك على طاقتك وهذا النقطه راح تزيد تجيب نقط اخرى لانه الطاقه دائما في تجاذب ها تجاذب مستمر كل شيء يجذب خوه فهي رح تجذب هذا السبات اللي حطيتيه على هالتك سيجذب لك المزيد من الحزن من الكون أوكي فتخلصي منه عزيزتي تخلصي من هذا الحزن وسلمي أمرك للخالق يعني أنت مش رح تكوني أحن على نفسك من الذي خلقك أنت مش رح تكوني أحن من الخالق على خلقه اتركي نفسك للقدر لا تخططي ولا تضعي مشاريع عيشي الحاضر الحاضر ديالك عيش الحاضر لفترة من الزمن ست أشهر أو خمس أشهر أو ربع أشهر ستساعدك عيش الحاضر دون التفكير في المستقبل هذه الفترة ستساعدك على المرور إلى النور لما تعيشي مثلا ربع شهر أو خمس شهر بدون التفكير في المستقبل هذه الفترة رح تعلي ذبذباتك وتعلي طاقتك السعيدة وتساعدك إلى المرور على النور آه إلى النور سوري أوكي okay. ولما توصلي الى هذه المرحله اعيدي عقلك من جديد الى الواجهه لما تكون امورك اوضح اوكي واسلس ام عندي ساره مينا كذلك ساره آم. ساره مي... لا لا سوري لا 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 غلطت في الاسم هذه ممكن راح نجاوبها كتابيا شاهيناز شاهيناز تحياتي ليكي سبحان النور عليك لكل قاعدة استثناء يا شاهيناز ممكن ان تحدث علاقة روحية آه شاهيناز 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 هي الشخصية الصغرونة عندي اللي قالت لي انا صغيرة وعايشة علاقة شاء الله اظن انني اجبتك من قبل لأني يعني وجدت الاجابة هنا مكتوبة آه، نعم ممكن ان تحدث علاقة روحية بين صغار في السن لم يكتمل لم يكتمل مسارهم الروحي بعد لأن المسار الروحي في الغالب يبدأ بعد ثلاثين سنة ولكن ولكن مثل ما قلت مقبلات في حالة واحدة إذا كنتوا أقوياء جدا في الشخصية وأقوياء أقوياء جدا في متاعكم الروحي أنت أو هو أو أنتم الاثنين مع بعض أوكي وإذا كان يعني مساراتكم الروحية عالية جدا في الذبذبة مثل ما قلت لك يعني اثنين وعشرين وثلاثة وثلاثين ونرجع نقول لك دائما هذا ليس كلاما مطلقا يعني هو مجرد استنتاج ولكنه استنتاج محكم هو ليس كلام مطلق ولكنه استنتاج محكم ولكي واسع النظر والحب تحياتي لك أه... هيام هيام حبيبتي الهولنديه حبيبتي ده شفتي ان الوعي عند شريكك ضعيف جدا جدا ف او حركه تطوره بطيئه مثلا فعليك الالتجاء الى حكمك الحر انت قرري وش تعملي هل تبقى معها وتتركيها يعني والاهم من كل شيء يا حبيبتي انك تشوفي اذا كنت قادره على التنفيذ <applause> لانه احيانا التوائم يقررون في المساء قرارا ويستفقون على على ضده في الصباح يعني في الليل تقولوا قد قطعت هذا القطع سيكون نهائيا وفل... وفل... ولما تشرق عليكم شمس الصباح ستكونون قد اوقفتم التنفيذ هيام <applause> ف... يعني شوفي نفسك اذا كنتي قادره تنفذي واذا قدرتي تنفذي حاولي حاولي على الاقل يعني ولك شرف المحاوله حاولي وإذا شفتي أنك نجحتي إذا شفتي أنك نجحتي بلغيه وابتعدي أوكي آه، تحياتي لك حبيبتي روزي روزي كذلك صباح النور تحياتي لك لا روزي العلاقات السامة اللي هي التوكسيك ريليشنشيب هي اللي ليس فيها أمل ما فيهاش أمل ولا نهاية سعيدة أما العلاقات الكارمية لغلاسون كارميك دامسا فهي إذا انقضى الدين الكارمي وعرفتوا المشكل بينكم ممكن تصلحوا تصلحوا من أنفسكم وممكن تعيشوا حياتكم بكل حب وأمان فهناك فرق العلاقة السامة ليس بها أمل وهي العلاقة مع النرجسي أو العلاقة مع شخص سام بصورة عامة أما العلاقة الكارمية ففيها أمل إذا انقضى الدين الكارمي ممكن أنكم تعيشوا بسلام وأمان وتحصلوا خصوصاً خصوصا أو خاصة بعد حصول التشافي وانتهاء الكارما بينكما تحياتي لكم أحبائي انتهى محتوى اليوم سأحاول جمع أسئلة أخرى والإجابة عنها في أوديو آخر مع السلامة